تصدق حد هالأيام المظاهر خداعة. اعمل كل شي في سرك واطلعه في الساعة اللي بتكون جاهز تقضي فيها عالإذاعة. ولازم نكتر فيتامينات خبز قوي المناعة. راح يكذبوا عليك راح يحكولك راح نساعدك. تردش عليهم اشتغل لحالك وبس بسادك. لما تكبر راح يجوا لحد كابك يترجوك لدرجة يحكولك مشان الخالقك. خليك فوق خليك فوق خليك فوق. تردش عليهم يا حبيبي وخليك فوق فوق. أعطيهم الوسطاني وقولهم يلا ذوق. كيف انك انت ملك وماكل اخت السوق. مش بفهم فيها وما بحكيش فلسفة. بحب اسرح فيها كل انواع الزخرفة وكرفثة. باخدك عالشارع الكركفة. ما بقتلكش لانه هي بلد مقدسة. الظاهر الفنانين اخر فترة صاروا يخاف يحكوا كلمة الحق. شكله المصاري حبتنزادوا ودادي دادو بتكبر على زيادو. 20 سنة في المجال وها هين يابو. الله يرحمك يا علي كنت مآمن في. كانت نظرتك عن المجتمع بتختلف شوي. كنت تقول لي انساك منهم بغاروا منك. كلامك طلع صح يرحمك ربي ويغفر عنك. شو قصة الرابرز خايفين قال من ابو بكر. وشربي بعضش وما بأذي غير النذر. وعيب عليكم تطلوا تحكوا في ظهري. حسستون اني سرق البلد زي ابن المصري. خليك فوق خليك فوق خليك فوق. تردش عليهم يا حبيبي وخليك فوق. أعطيهم الوسطاني وقولهم يلا ذوق. خدوا كيف انك انت ملك وماكل اخت السوق. ابو بكر.